يعني ناوي تغني عليا؟ لا يا حبيبي ماليش فيه. ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود. وماله نقضيها، وانت ونصيبك بقى، يا تبقى ابيض يا تبقى اسود. يتوب علينا ربنا. باي. أنا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني. أنا عايزة أضمن إني ما ترميش في الشارع. أنت بالشكل ده بتهدي كل اللي بنبنيه في علاجك. إحنا كل ما نتقدم خطوة نرجع 10. ليه كده بس؟ مدام كرامة، انت في حاجة عايزة تقوليها ومكسوفة؟ يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل. يا بنتي انت ست مكتملة الأنوثة وحلوة كمان. كرامة يا بنتي، الأنوثة مش دلع وكلام معسول، الأنوثة هو إحساسك بنفسك، إحساسك بذاتك. ساعات بيدلعني وبيبقى لطيف قوي معي، وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني. أفهم من كده إنك شاكة إن جوزك على علاقة بحد تاني غيرك؟ صرحيني عشان أقدر أساعدك، ها؟ ياريت تثقي فيا، إحنا قربنا قوي. صرحيني يا بنتي، إنتي خايفة من إيه؟ اتكلمي. ما ترد على الحاجة، قولي لها كنت فين. اشتغلوني اكتر، اشتغلوني، فهموا انكم ما تعرفوش. ما نعرفش ايه يا اخوي، هو في ايه؟ في ايه يا ام سعاد؟ في انكم لبستوني عمة صح يا عم الحاج، الوسطوها وعملت شويتين بتوعكم لحد ما جبتوا رجلي في جوازها طلعتوا منها بالقرشينات. ما تلم لسانك يا اخينا انت، اقف مع ابوك واتكلم عادل. لم قلتوا نفسكم شوية بقى، ولم بنتكم بدل ما تلم بلاقيكم على الناس المحترمة. الكلام ده مع دول روحك مش ليهم. سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه. مش كفايه متكومين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيتداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنياهم؟ انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك اول كلمه حلوه سمعتها وقلت خلاص هرتاح من الهم والقرف اللي انا فيه وهو ده اللي راجل. ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل. لكن انت بعتني رخيص قوي، بس انت بعت نفسك ارخص بكتير. انت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ضله. اخرجي. انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ استجيبك منين؟ شمال يا زباله. انت بتضربها ليه؟ ايه اللي حصل؟ يا ام سعاد ريحيني وقولي لي في ايه؟ بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميت لي زي الكلبة الجربانة اللي مش لاقي حتى أرض ما تأكل بيها الغلابة دول. انت اللي عرفتني سكة أم سامية دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشية عدل ولا حتى ماشية شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجة. انت والجوع بقيت عليا لغاية ما بعت اللي اقدر عليه. لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانة اللي تاكل من وراها اشتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها
شمال؟ ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس انا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي، اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص، بس في النهاية كله بيتساوى في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيمياء؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والاوتوبيسات اللي ايديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات، وشايف العيال واقفه على طول في الشوارع بتتخانق، هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهيروين. ده اعتقاد خطا جدا، ده لان الترامادول اسهل ان هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا ان هو مش زي المخدرات التانيه ولا زي العادات المميته اللي في حياتنا، السجاير والشيشه والعادات السلبيه اللي بقت على طول حوالينا. دكتوره ليلى، انا عاوزك تقابلي الولد ده. طبعا يا حضرة الضابط، بس انا مش فاهماك، انت ليه مصر انك تساعده وانت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف، خايف قوي من الخطر اللي جاي. انا برضه عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حكم الصيد ده موهبة من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل بصه للقمر وابقى شايفاه كده هو بيجري ورايا. كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس القمر. زي كده غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى قوي يا اساسا. واللي يجي بالبحر. هو انت دماغك على طول حتفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حتفه شمال جت عليا انا بقى العبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه، ولعبت لعبه الورق وجبتني هنا ليه؟ شوف شوف، اصلك انت تحب تعمل كل حاجه بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازه ومفروض عليك. مفروض عليا ولا مؤاخذه يعني ما عندكوش مرايه في بيتكم؟ اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى، عامله كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها.